بسم الله الرحمن الرحيم. أعرف الإحساس بالحماس والانشغال بالهم المهني وبالتفاصيل المهنية، غالبا ما بتستولي على مشاعرنا وتؤجج حماسنا في قضايا في غاية البساطة. حقيقة أنا كنت عايز حد يسألني عن موقف نقابة المحامين من أعمال المحاماة للمحامين الشبان ومستقبل المحاماة بالنسبة للأجيال الجديدة. كنت حابب حد يسألني عن دور النقابة في الشأن العام، ما يجري حولنا وأمامنا وخلفنا من أحداث. إذا كانت القضية قضية صيدلية مش شغالة كويس فنشيلها ونستبدلها، إذا كانت القضية إنه في محكمة ما بتفتحش بدري وبتفتح وخري، أو كانت محكمة بقى ثلاث محاكم فلازم نرجع لأصل المحكمة لأصل المسألة. هو إحنا من اختصاصنا توزيع الدوائر القضائية؟ لا، مش من اختصاصنا. إحنا مسؤولين عن عمل المحاماة. لما تبقى القضية مش واضحة، إحنا بنشتكي من نيابة بندر الزقازيق اللي موجودة في المبنى ولا من غرفة محامين أو مقر نقابة المحامين فيها؟ أنا كنقيب، أنا كنقابة مسؤول عن مقر المحامين فيها. أما مبنى النقابة فإحنا اتكلمنا فيه بما ما هو مسموح لنا في العلاقة. إحنا بنقول قلنا للوزارة غيروا المكان، قلنا للوزارة في أكثر من مكان غيرنا المكان، لكن ما غيروش. ده مش هم نقابة المحامين، ده مش هم نقيب المحامين. إنما أنتوا تقولوا لي إحنا عايزين مقر محترم للمحامين، أنا ملزم إن أنا أجيبه لهم بحيث إن أنا أريح المحامي في مكانه. إنما المحكمة زحمة، المحكمة طويلة، المحكمة عريضة، ده شأن المحكمة، شأن وزارة العدل في الأساس، ده اختصاصها. لما تيجي وزارة العدل تكلمني عن مبنى نقابة المحامين أو عن غرفة المحامين أو عن دور المحامين أقول لهم مالكوش دعوة، قولوا لنا النصيحة وأهلا وسهلا بيكم، لكن لا يملك أحد أن يتدخل في شؤون أحد. إحنا ما بنقدرش نتدخل في شؤون غيرنا ولا نسمح لأحد إنه يتدخل في شؤوننا. أنا مش شايف إن في مشكلة حقيقية. يا إخوانا المحامي مش عايز محامي علشان يساعده في حل مشكلاته وقضاياه. لما تبقى قضية واحد متعنف ضد واحد المحامي بهذا الضعف، أنا بقول أنت كده ضعيف. لا، المحاماة قوة. أنت لازم تتعلم كيف تدافع عن نفسك قبل أن تدافع عن الآخرين. لما تتعرض لظلم أو لاضطهاد أمامك وسائل قانونية كبيرة وكثيرة ومتعددة، ما تتوقفش عنها وما تدورش على حد ونقعد نولول ونسيب أصل المسألة. أنت بينك وبين قاضي خصومة في 100 طريقة للشكوى. القاضي لو تم شكايته في التفتيش بياخد جزاءه. أيضا في إجراءات قضائية، في تظلمات، في مرافعات، في أشياء كثيرة جدا. أنا مستغرب من البحث عن التفاصيل. أنا حابب إن المحامين تركز على مستقبل المحاماة. إحنا بنبني نقابة جديدة في مرحلة جديدة لأبنائنا ولأحفادنا في المستقبل. اللي بنبنيه النهاردة حصاده للأجيال المقبلة، حصاده لأبنائنا أبنائنا الشبان، حصاده للوطن كله. إحنا مش بنبني علشان خاطر الجيل الحالي. الجيل الحالي قد لا يصيبه نفعاً مما نقرره الآن.
قد لا يصيبه، لكن ما نصب له أن يعم النفع على الجميع في نقابة مهنية صاحبة رسالة ودور في المجتمع ودور في الوطن. أنا أفهم إن الناس تسألني هو ليه المحامين كانت رافضة الميزانية؟ ليه؟ أنا أفهم الناس تسألني كده، تسألني ليه محامين رفضوا زيادة المعاش؟ في ألف واحد، ألف حوالي 900 محامي حضروا الجمعية العمومية ورفضوا تصويتا كتابيا على زيادة المعاشات. أنا أفهم إنه سألوني ليه؟ إزاي الظاهرة دي حصلت؟ إزاي في ناس بتصوت ضد نفسها؟ إزاي في ناس بتصوت ضد مصالحها؟ إزاي في ناس بتصوت ضد مصالح الأغلبية الكاسحة من المحامين؟ أنا أفهم إنكم تقلقوا من هذه الظاهرة وتخافوا على مستقبل نقابتكم وتخافوا على كل ما قمتم به من مشاريع مهنية ومن مشاريع اقتصادية. نقابة المحامين بتمر أعلى نمو اقتصادي في تاريخها. النهارده مش الفائض بس اللي عندنا، احنا عندنا فائض وعندنا انشاءات بره الفائض ذات قيم عاليه اقتصاديا وغيره. عندنا موقف مالي غير مسبوق، ترشيد في الانفاق غير مسبوق، توجيه اهم مواردنا لمصالح المحامين. اللي زعلان من اتعاب المحاماه ومن تحصيلها والمحامي اللي هيدفع، ما انت بتدفع لصندوق الخضار، ما انت بتدفع الرسم النسبي، ما ينفعش تتكلم على اتعاب المحاماه لانها في صندوق معاشات المحامين. واللي هيقرب على صندوق معاشات المحامين هقطع ايده وهواجهه حتى لو كان محامي، هقول له لا، انت هنا بتضر نفسك، انت هنا بتضر مجتمعك المهني اللي انت منتمي اليه، انت بتضر مستقبلك، انت جاي تعبس النهارده في نصر تشريعي احنا حققناه، ده الناس مذهوله حتى الان. ازاي احنا حطينا النص ده في قانون المحاماه؟ ازاي؟ وازاي احنا نفذناه؟ النهارده يا اخوانا بيتنفذ في جميع المحاكم يوم بيوم وساعه بساعه. اللي بيتم تحصيله من اتعاب المحاماه بيدخل صندوق المعاشات فورا يوم بيوم، وبيجي لنا تقرير يوم بيوم بما يتم توريده ويتم حصاده. انت جاي النهارده عايز تلففني لفه ارتد بيها عن الانتصار اللي احنا عملناه؟ لا، مش هرجع. واحنا مصممين على ان يتم تحصيل اتعاب المحاماه بذات الطريقه المقرره الان. والمحامين لازم تفهم ان ده لمصلحتها، حتى لو كان فيها يعني في ظاهرها فيها ظلم او احساس بالظلم. ده كلام وهمي مش صحيح. احنا بنرفع الدعوه وبندفع رسم نسبي قبل ما نكسب القضيه، وبندفع صندوق الاضاءه قبل ما نكسب القضيه، ولما بنكسب قضيتنا بنرجع على الخصم ناخد اللي احنا عايزينه او ناخد اللي احنا دفعناه. لكن اشمعنى فقط بتتكلمني على اتعاب المحاماه؟ طب ما اتعاب المحاماه اقل بند في بنود الرسوم التي تدفع في الدعاوى المختلفه. لا عيب حد يتكلم في مصلحته ويتكلم ضد نفسه. ما ينفعش المحامي يترافع في القضيه غلط فيخسر قضيته. احنا كده عايزيننا نخسر قضيتنا؟ لا، مش هنخسرها. احنا فاهمين احنا عملنا ايه وهنكمل المشوار وهنكمل المسيره. احنا هذا الذي تم من انجاز هو ده اللي خلاني ارفع او خلاكم تقرروا في الجمعيه العموميه انكم ترفعوا سقف المعاش ل 3000 جنيه. مفيش معاش في مصر، وانا اتحدى اي حد يجيب معاش رسمي في هيئه التامين والمعاشات او في النقابات المهنيه يزيد عن الحد الاقصى بتاعنا. مفيش. احنا عندنا حد ادنى 1000 جنيه. احنا عندنا زياده دوريه 5%. عندنا لسه معاش الدفعه الواحده بيصرف ايضا بذات الاسس والقواعد اللي تقررت. اعدنا النظر في المعاشات القديمه، زودناها من 15 ل 35% ودخلت ايضا في الزياده الدوريه. احنا قررنا في الجمعيه العموميه انه المعاش الذي يصرف لاسره المحامي او للمحامي واسرته لا ينتقص منه مليم بغياب اي من المستحقين، وتظل وتحتفظ الاسره بكامل قيمه المعاش الذي تقرر لاخر مستحق في المعاش. ده كلام
بيساوي أرقام مالية، بيساوي حساب بعد ما كان المعاش بيرجع منه 50% أو 60% لصالح النقابة، النهاردة احنا أصرنا أن نحتفظ بهذا الرقم لأسرة المحامي. وده دي رقم، مش رقم فلوس، رقم بيدفع، احنا دافعين في 3 سنين، في 3 سنين مليار جنيه على العلاج والمعاش في 3 سنوات، والمنتظر السنوات الجايه بقى من 19 وطالع هتشوف ارقام مخيفه للي هيدفع لحساب المحامين. احنا النهارده حسابنا في حساب العلاج في نقابه مصر النهارده 309 مليون جنيه علاج، علاج للمحامين من اسوان الى الاسكندريه في كل المناحي، نتيجه ان احنا قررنا الزيادات الغير مسبوقه ايضا، لا مع النقابات المهنيه ولا مع اي جهه موازيه لنا. لما نتكلم عن ارقام مش بضروري اكلمكم عن التفاصيل، لكن انا بكلمك بالاجمالي. السنه اللي فاتت انا كنت بصرف 150 مليون جنيه علاج كنقابه، النهارده دخلنا على 310 او 320 مليون جنيه على نهايه السنه المقرره. ده معناه ايه؟ معناه ان انت بتقصد من دعم المحامي فيما هو مستحق له. بجايب المبالغ دي منين؟ جايبها من اتعاب المحاماه المقضي بيها دي، وجايبها ايضا من رسوم التصديق على العقود، وجايبها ايضا من دمجه المحاماه. لما تيجي تعبس النهارده عشان تعطل اثر هذه الموارد، تبقى بترتكب جريمه في حق زملائك، ترتكب جريمه في حق نقابه المحامين، ومش هسمح لحد انه يتكلم في هذه الزاويه بهذه الطريقه. احنا بنتكلم، كلمني عن المصالح العامه، فكلمني عن المشاريع، كلمني عن كيفيه تنميه مواردنا. لما يبقى انا عندي 600 مليون جنيه احتياطي، قول لي هتستثمرهم ازاي؟ احنا عايزين ال 600 دول بدل ما يجيبوا 10% فوائد ولا 15% فوائد، نجيب 20 و30. لازم يحصل ده. اذا ما عملناش كده هنبقى بنفوت خسائر كثيره. احنا عندنا داخلين على مرحله كبيره، مبنى نقابه المحامين لما هينتهي 70% منه مخصص استثماري واداري، علشان يدخل للمحامين مورد، ويدخل على صندوق المعاشات مورد، وعلشان نقدر لما حد يقول لي احنا عايزين نزود العلاج نزود، لما حد يقول عايزين نزود المعاش نزود. لكن ما تكلمونيش عن انه اصلنا في دم في اتعاب المحاماه في قضايا الاسره ولا في القضايا اللي مش عارف ايه بدفع ايه. لا، ما يصحش، ما يصحش، ده كلام صغير، لان انت كده بتضرب نفسك، بتاذي نفسك، بتضر نفسك، بتخسر نفسك خسائر فادحه لن تستطيع ان ندركها. احنا حققنا انجاز ما ينفعش نرجع عنه، ما ينفعش نتراجع عنه. لما حد يكلمني عن انه احنا الشباب بيتهانوا في الشرطه وبيتهانوا في النيابه، حصل وبيحصل، لكن كمان احنا احيانا كثيره غلطانين على فكره، عشان بس ما نتكلمش من بوجهه واحده. لا، زي ما بيغلطوا في حقنا احنا كمان بنغلط في حقهم. نحط قاعده، اذا المحامي اخطا في حق قاضي او مسؤول او ضابط او غيره، نحاسبه تاديبيا، واذا قاضي او وكيل نيابه او ضابط غلط في حق المحامي، نحاسبه ايضا قانونيا طبقا للقانون، ولا بد ان يساءل اي مخطئ في هذا الامر، لكن ايضا باداره حسنه للموضوع. انا النهارده وانا جاي عديت على مدير امن الزقازيق الشرقيه، واتفقت معاه على انه هيدعو مجلسي نقابه الشرقيه شمالها وجنوبها في اجتماع مشترك، هو ومأمور الاقسام والمراكز ورؤساء المباحث المعنيين مع نقيبي واعضاء مجلس النقابه على مستوى المحافظه كلها، في اجتماع مشترك علشان يتدارسوا ويضعوا ضوابط لتفاصيل العلاقه اليوميه بين المحامي وبين ضابط الشرطه. هنحيي مره اخرى البروتوكول اللي احنا وقعناه مع وزاره الداخليه. تم هذا، وانا امامكم باكلف النقيبين بالتوافق مع مدير الامن عشان يحددوا الميعاد، علشان ما حدش يتكلم في شكوى يقول له اصل الضابط شخط فيا، اصل الضابط مش عارف دخلني مش عارف ازاي، اصل وقفني. كل التفاصيل دي عيب ان احنا نشتغل بيها، دي لازم تخلص يوم بيوم وساعه بساعه. وضابط المباحث اللي يغلط يتحاسب، والمحامي اللي يغلط يتحاسب، علشان نبقى منصفين، علشان نبقى حق. انا عايز محامين تعرف تدافع عن حقها وتحمي حقها، ومن اصول دفاعك عن حقك انك ما تخطئش، لانك لو اخطات بتضيع حقك. يعني لما بترفع القضيه غلط بتضيع حقك، حتى لو كنت صاحب حق. تبقى صاحب حق وترفع قضيتك غلط بتخسرها.
واحيانا الحق بيضيع بالاجراء الخطأ. اذا المحامي قيمه كامله، قيمه كامله. ما ينفعش المحامي يقول انا عايز محامي، انا مش هشغل ورا كل محامي محامي يقولوا له وسعوا له شوفوا له خليه يطلع، ما حدش يكلمه، ما زقوش، ما تشخطش فيه. لا لا، انتوا مسؤولين عن انفسكم، انتوا داخلين على مرحله ثانيه، مرحله اعلى، مرحله اهم. مسؤول في مظهرك، مسؤول في سلوكك، مسؤول في علاقاتك، مسؤول في كل القيم اللي انت بتتعامل بيها. وانا دايما كنت اقول حتى في المحاضرات التدريب معهد المحاماه للمحامين الشبان، ابدا باحترامك لنفسك. لو انت احترمت نفسك احترام حقيقي بالقطع كل الناس هتحترمك. والاحترام ده انك تحترم كل الناس اللي حواليك، مش انك تحترم الكبير بس، مش انك تحترم القاضي بس، مش انك تحترم الضابط بس، لا، ده انت تحترم الغفير قبل الضابط، وتحترم الحاجب زي القاضي. لو انت عملت كده كل الناس هتحترمك، لانك في النهايه محدش هيجرؤ انه يخطئ في حقك ولا انه يتجاوز في حقك. لكن ايضا وفي المقابل ما ينفعش المحامي يتجاوز عن المسافه اللي بينه وبين الاخرين، المسافه في العلاقه. ما ينفعش الناس تركبك في العلاقه، ما ينفعش تشجع الناس انها تتجاوز في حقك، ما ينفعش تتباسط مع الموظفين او حتى مع القضاء او مع وكلاء او مع اي حد او مع زملائك، تتباسط الى حد المهانه، لحد تبادل الالفاظ المعيبه. ده بيسقط هيبتك وبيسقط قيمتك وبيسقط وزنك في المحاماه. وتيجي في النهايه تقول لي اصل كاتب الجلسه شتمني، اصل الموظف ضربني، اصل الحاجب زقني. انت اللي تهاونت في حقك من الاول، ولو حافظت على المسافه دي كل الناس هتحترمك وكل الناس هتقف عند حدها. يا اخوانا، احنا في النهايه فريق واحد. مسؤول النقابه الفرعيه معاك تساندك في يوم بيوم، والنقابه العامه ايضا معاك يوم بيوم. طرق حل المشكله والتعامل معها بشفافيه وبمصداقيه وبحسن نيه، مش من اجل تضييع الحقوق وافساد الامر، بنصل لنتيجه. عندكم نموذج حلم المحله، نموذج المحله، محامي تعرض لاعتداء عليه من ضابط او من قوه، ضربوه، اتهان في الشارع. ايه اللي حصل؟ الضابط اتحاكم واتحبس. الضباط اللي حاولوا يتجاوزوا بحق المحامين على الفيس يحيلوا للايقاف وتم ايقافهم عن العمل. احنا خدنا حقنا لان احنا عرفنا ناخد حقنا طبقا للقانون بقواعد صحيحه. وزير الداخليه وقف الضابط، احاله للمحكمه، خد جزاؤه في الحبس. احنا كمان لازم نكون عند حسن الظن في ان احنا كمان مش هنسمح لحد انه يتجاوز، مش هسمح لحد انه يقل ادبه، مش هسمح لحد انه يخرج عن الامر. لانه في ناس، وانتوا في المرحله اللي جايه، وانا بحذر اهو، من المرحله اللي جايه من الان فصاعد لغايه ما الانتخابات تخلص، هتجدوا نوعيه واحد اثنين ثلاثه في كل محافظه مهمتهم ازاي يغرقوا نقابه المحامين، وازاي يشعلوا لهيب جهنم في اعمال نقابه المحامين، وازاي يفسدوا اي تصالح او اي حوار ويزقوا من اجل بترويج اشاعات بتعليق في الامر. تعالوا شوفوا الفيس بيتكتب فيه ايه. اخواننا لازم ناخد بالنا كويس، احنا اللي بيحركنا ضميرنا المهني، ولازم حتى نبقى منصفين في تعاملنا مع الاخرين، منصفين في تعاملنا مع زملائنا، منصفين حتى في تعاملنا مع خصومنا. هي دي المحاماه اللي احنا مستهدفينها واللي احنا عايزينها واللي احنا عايزين نصل الى براميها. احنا ما وصلناش للي وصلنا له من موارد اقتصاديه الا بثمن غالي. ثمن غالي وكفاح مرير من كل المحامين، مش بس من نقيب المحامين، من كل المحامين، من مجلس النقابه العامه، من النقابات الفرعيه، ان احنا نصل الى تنقيه، الى هذا المستوى من التنقيه. لا، احنا نزلنا النهارده. عدد المحامين اللي موجودين في الجداول اللي مسددين اشتراك 2019 بما فيهم الجدول العام 200,000، 200,000 كانوا قبل كده 450 و550 و600 وكلام من هذا القبيل. انتهت عصر انه من يحمل كارنيه، كل من يحمل كارنيه المحاماه يبقى محامي. لا، كل من يشتغل بالمحاماه محامي، كل من يعمل بالمحاماه محامي. وانه موارد النقابه دي ما بيضخهاش الا المحامي المشتغل. اللي انا بتكلم عليه اتعاب المحاماه اللي انا بقولها دلوقتي والدمغه اللي انت بتدفعها
والرسوم التصديق اللي انت بتصدق بيها دي اللي بيقدمها وبيضخها المحامي المشتغل. ليه واحد تاني مش مشتغل قاعد في بيتهم او قاعد بره او بيشتغل في حاجه تانيه يجي ياخد زيك بالظبط؟ ليه؟ ليه؟ في ترضخ انت 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 وريث في تركه، يجي لك واحد مالوش بره الاسره يخش معاك يقسم معاك في التركه؟ انت عامل شركه انت وشركاء كل واحد فيكم دفع سهم، يجي واحد ما دفعش يقول لك انا شريك معاك واديني كمان سهم زي اللي انت بتاخده، احنا يبقى سفه. احنا انهينا هذه المرحله، انهينا مرحله السفه في التعامل والمجامله المقيته اللي كانت ان تدمر رقابه المحامين. ونجحنا باراده المحامين وبصبر المحامين وبكبد المحامين. المحامين الكبار اللي انتم شايفينهم حواليكم دول هم اللي ساعدوني لما التزموا بضوابط القيد والقبول ولم يتعالوا عن تقديم ادله الاشتغال اللي قدموها علشان يفسدوا على غير المشتغلين فكره انه ما احنا ما نقدمش ادله الاشتغال. طب ما لو كل لو انت ما قدمتش وانا ما قدمتش، طب ما غير المشتغل هيتصرف ويقدم يعمل زيك بالظبط. مش هتبقى بشهاده شهود، مش هتبقى بالكلام المجامله. احنا عملنا انجاز غير مسبوق في تاريخ نقابه المحامين، احد احلام نقابه المحامين. شوفوا في كل الانتخابات كنتوا تسمعوا من البرامج الانتخابيه تنقيه الجداول، كل اللي رفعوا شعارات انتخابيه بالتنقيه وقفوا قدامنا بالمحاكم وفي القضايا وفي ساحات النقابه يهتفوا بسقوط نقابه المحامين علشان نقينا الجداول، لانهم بيساندوا غير المشتغلين بوضوح بالظبط زي اللي بيساند حملت الدبلوم من التعليم المفتوح علشان ينضموا لنقابه المحامين. لما احنا منعناهم وانتصرنا عليهم اللي كان واقف لنا مش هم بس، مش بس بتوع الدبلوم، لا اللي كان واقف لنا الانتخابيين اللي عايزين يكسبوا الصوت الانتخابي باي ثمن. انتهازيه انتخابيه غير مسبوقه في انك عايز تزايد باصوات غير مستحقه علشان تخلق لنفسك واقع وتنجح بغير إرادة المحامين. لا، المحامين أسقطت كل هذه القيود ونجحنا وانتصرنا رغم كل اللي حصل لنا. احنا اتعمل ضدنا كل حاجة بما فيها انه نقيب المحامين صدر ضد حكم بالحبس 3 سنين علشان يزعن وعلشان يقبل انه يدخل واحدة واخدة دبلوم تطريز وخدت تعليم مفتوح علشان تخش نقابة المحامين. قلت لا، انا اتحبس ولا اقدم هذه المحاوله هذه الطلبات، ولا اقبل على المحاماه ان تصل الى هذا الحد والى هذا المستوى. احنا مش اقل، انتم مش اقل من القضاء ولا القضاء ولا اقل من النيابه واعضاء النيابه ولا اقل من الضباط ولا اقل من اساتذه الجامعه اللي كانوا بيحرضوا ضدكم من خارجنا من الجامعه. وانا كنت حكيت لكم قبل كده انه عميد كلية الحقوق في إحدى الجامعات من اللي كانت بتخرج تعليم مفتوح اتصل بيا وقال لي ليه يا أستاذ فلان أنت ما خدتش الناس دي في التعليم المفتوح؟ قلت له لأن دول ما خدوش حاجة. قال لي لا، ده في ناس متفوقة، ده في ناس واخدة امتياز. قلت له يا سلام. قال لي قلت له طب تقدر أنت تاخد الامتياز ده وتعينه عندك معين؟ قال لي لا ما أقدرش. قلت له اشمعنى أنا؟ وأنا الحيطة المايلة بتاعتكم أنت تبني وأنا أشيل؟ لا يا باشا، أنتوا عملتوا مشروع اقتصادي استثماري، احنا اسقطنا المشروع ده يا اخوانا. نقابه المحامين هي اللي اسقطت نظام التعليم المفتوح الان اتلغى لان المحامين قالت لا، والقضاه انتصروا لنا وقعدوا يقولوا احنا بنشكر المحامين ان هم بداوا بالتصدي لهذه الحمله، لان احنا كنا واضحين، احنا كنا بندافع عن نفسنا، احنا كنا بندافع عن العداله. ما ينفعش يعني نفرم الليسانس في 4 اسابيع في 4 شهور في السنة لحملة الدبلومات علشان يجي يتأيد في نقابة المحامين ويجي يركب نقابة المحامين ويشارك المحامين في مدخولات نقابة المحامين وياخد معاش زي أي حد وياخد علاج زي أي حد. لا، احنا رفضنا الهزيمة وانتصرنا والحمد لله. نقابة المحامين الآن فخورة بهذه المعارك اللي احنا خضناها، واحنا مش هنتراجع تاني لا عن ضوابط القيد ولا عن شروطها ولا عن تجديدها ولا عن اشتراط الاشتغال الفعلي بالمحاماه كشرط لاستحقاق اي خدمه نقابيه. اللي ما بيشتغلش الله يكرمك، اللي ما بيشتغلش ملوش عندنا حاجه، ملوش عندنا في نقابه المحامين حاجه، نقابه المحامين للي بيشتغل في المحاماه. ايضا احنا
اقعد يا نبي. احنا لا لا شوف هنا، هات اي شكوى، هات اي شكوى ضد اي موظف ارتكب خطأ في خطأ في حقك وانا اقطب رقبته. ما فيش هزار، انا بقول لك على الهوا، انا مش حاجه تخوف. وعلى فكره، وعلى فكره انا على فكره لا مفيش حاجه اسمها اعلى منه. انت ملزم، لا 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 لا، انت ملزم بانك تقدم ادله وتقدم اوراق صحيحه، ومن حقنا نتحقق منها. من حقك تتظلم، من حقك تقول لا، من حقك تناقش، لكن مش من حقك تفترض ان انت صاحب الحجه علينا. لا مش صاحب حجه، مش صاحب حجه. لو سمحت انا مش في مجال الشكوى، اقدمها بعد كده نشوفها في النقاب علشان ما نفسدش الحوار. هيبقى حديث عن القطاع العام. احنا في نقابه المحامين عندنا فريق جزء لا يتجزا من نقابه المحامين اسمه محامين الادارات القانونيه. قانونه مقدم الان في مجلس النواب، واجيز من الامانه العامه ومعروف اللجنه التشريعيه. نحن على امل كبير ان احنا ننجز فيه انجاز كبير، خصوصا انه مبني على محاور مهمه، مبني على استقلال عضو الاداره القانونيه، مبني على دعمه الاقتصادي، مبني ايضا على فتح درجات الترقي والوظائف الى درجه نائب رئيس للجهه او نائب رئيس للهيئه المختلفه للشؤون القانونيه. ده من حيث التدرج. بدلات التفرغ عملناها 100% من اجمالي المرتب، بالاضافه الى بدل انتقال 50%. اللجنه العليا للاداره القانونيه احنا عملنا تشكيلها مكون من 16 واحد، 8 محامين والثمانية الاخرين فيهم وزير العدل وفيهم وزاره الماليه وفيهم وزاره الصحه وفيهم كل الجهات المعنيه، علشان نضمن انه قرار اللجنه هيكون باذن الله في صالح المحامين او في صالح الحق من في اتجاه المحامين. احنا ما عندناش اشياء نلف فيها او ندور فيها او او او, أو, أو نلتف حولها، لان ما عندناش حاجه تخجلنا، ما عندناش حاجه مش بنكاشف فيها. احنا لما نزلنا ميزانياتنا نزلناها على الفيس علشان كل الناس تقرا وعشان كل الناس تطلع وعلى كل الناس تشوف. وانا قلت انه اي حد عنده اي ملحوظه، عنده اي خطا شايفه موجود يكتبه ويقدمه للجهه المعنيه، سواء النيابه العامه او النقابه او اي جهه هو يرى انه يقدمها. غير الكلام، غير انك بس تتكلم علشان تجرع في حد، انما عندك دليل على شيء معين لازم يتقدم ولازم نواجهه، والا تبقى شريك فيما انت تتهم فيه نقابه المحامين. احنا عندنا مشروعات قادمه للمحامين الشباب. ايه المشروعات دي؟ المشروع الاول يتعلق بقانون الاستثمار. تلاحظين ان احنا بدانا حمله من دورات وكلاء مستثمرين بالتعاون مع وزاره الاستثمار، لانه احنا عندنا في نص القانون نص لم يفعل قانون المحاماه، بيلزم الشركات المساهمه او شركات الاموال اللي لها مراقب حسابات ان يكون لها مستشار قانوني، يعني ما تسجلش الا اذا كان فيها محامي. ده معناه ان احنا في اتجاه تفعيل هذا النص من اجل الزام هيئه الاستثمار والسجل التجاري في وجوب ان يكون هناك تعاقد لهذه الشركه مع المحامي علشان يبقى ضمن هذا مجال من مجالات العمل اللي موجود. المجال الاخر اللي بيتعلق بالماده 54 من الدستور اللي بيوجب حضور المحامي مع المتهم منذ القبض عليه، يوجب الدستور كده، نص الدستور كده، فوجوبيا باسم الدستور يبقى ده التزام دستوري، تبقى كفالته الماليه ايضا على الدوله اللي موجوده. لما يبقى حضور المحامي في التحقيق وجوبي، حضور المحامي في محكمه الجنح في اول درجه في جميع قضايا الجنح وجوبي، لما يبقى حضور المحامي في الجنح المستأنف وجوبي، في الجنايات كما هو مقرر وجوبي، يبقى احنا كده ضمننا للمحامين عمل سواء بالوكاله او بالانتداب. دي فرص عمل او ده شغل استثماري هام جدا، احنا بنقول ده استثمار لصالح المحامين الشبان. ايضا احنا بنهيئ واحنا بنرتب اكاديميه المحاماه علشان
نقول قيمة نقابة المحامين الحقيقية. مش هيبقى من حق أي حد خرج من ليسانس خد ليسانس الحقوق إنه يقدم أوراق في نقابة المحامين. يبقى يخش يتقدم يبقى قاضي ماشي. يتقدم يبقى في شهر عقاري ماشي، يبقى محامي لا. لازم يعدي على الأكاديمية ومدة سنتين في الدراسة وينجح فيها وبعدين يدخل امتحان. ساعتها هتكون قيمة نقابة المحامين في المجتمع أعلى مهنة وأعلى وظيفة في المجتمع كله من حيث القيمة ومن حيث العظمة ومن حيث الفئة. هنبقى الأعلى بإذن الله وبيكم وبأدائكم، ده اللي إحنا حريصين عليه. إحنا مش متوقفين عن مشاريع الاستثمار المختلفة اللي موجودة بقدر الإمكان، بقدر ما هو متاح. إحنا عندنا دخلنا في كل المشاريع، حتى نادي جديد للمحامين في التجمع، خدنا 5 فدادين نجحنا في التعاقد مع هيئة المجتمعات العمرانية، هنضع حجر أساسه قريباً عشان نعمل نادي استثماري. مش عامل نادي علشان الناس تشرب شاي وقهوة فيه، لا، تشرب شاي وقهوة ماشي في مكان، لكن النادي لا، لازم يجيب فلوس للمحامين، لازم يدخل دخل للمحامين، زي كل الأندية اللي بتنجح وبتدخل دخول حقيقية. فنعظم من مدخولات نقابة المحامين فيما يتعلق بصندوق المعاشات أو بصندوق الرعاية الاجتماعية والصحية. دي كلها شؤون إحنا في حاجة إلى أن إحنا نسمع أصوات المحامين فيه، وأنا محتاج أسمع رأي المحامين في كل شيء يتعلق بمستقبل المحاماة. شأن العام في نقابة المحامين معناه أن نكون أمام نقابة إيجابية متفاعلة مع مجري من أحداث. زي ما حدث، احنا نقابة المحامين ما سابتش حالة من حالات القبض التي جرت في الفترات الأخيرة، سواء كانت على محامين أو غير محامين، إلا وتتبعتها. وذللنا كافة العقبات بقدر الإمكان. احنا وأنا قلت في مؤتمر الغردقة، احنا مش ملزمين ندافع عن أفكار الناس، إنما احنا ملزمين أن ندافع عن حق الناس في احتلاق أفكارهم فقط، دون أن نتبنى هذا الفكر ودون أن نتبنى هذه العقيدة. أيضا على المستوى العام مصر في خطر، واللي يقرأ الأحداث المحيطة بينا هيكتشف أنه في محاولة لتصعيد المنطقة. تصعيدها إزاي؟ العراق فكت خلاص، دخلت في مرحلة تقريبا لا عودة. لبنان دخلت في نفس المستوى، سوريا دخلت في نفس المستوى. النهاردة بيحصل حاجة لازم تقروها كويس. هو أردوغان ده مش عضو في الناتو؟ حلم في شمال الأطلنطي؟ طيب، يقدر يتحرك دون قبول أمريكاني؟ يقدر يضرب أو يطلع جيوش إلا إذا كانت أمريكا موافقة؟ ما يقدرش. طيب لما يروح سوريا ويحتل الشمال السوري ويسقفوا الأمريكان ويقفوا، ده مش معناه إن إحنا في خطر؟ لما جيوشه أو وحداته العسكرية توصل ليبيا على حدودنا الغربية، ده مش معناه إن إحنا في خطر؟ يا أخوانا، القضية الأساسية الجوهرية القضية الكلية اللي مصر فيها هي صراعنا مع العدو الصهيوني، هو صراعنا مع إسرائيل، وإنه محور ما يجري في المنطقة الآن لحساب إسرائيل. أمريكا بتشتغل لحساب إسرائيل، كل اللي بيتم ده حوالينه لحساب إسرائيل. إحنا عدونا الحقيقي إسرائيل وأمريكا، مش حد تاني، والله مش أردوغان، أمريكا وإسرائيل، لأن هم دول اللي بيدفعوا علينا الأعداء الحقيقيين، وهم دول اللي عايزين يضربوا المنطقة فيها. إحنا عايزين ياخدوا مننا القدس كلها، وعايزين ياخدوا مننا فلسطين كلها، وعايزين ياخدوا مننا لبنان، وعايزين ياخدوا مننا العراق، وعايزين يحرقوا علينا ليبيا، وعايزين يخلوا مصر مكشوفة، وعايزين يدمروا مصر أيضا. يعني مصر في النهاية هي آخر الأماكن، وبإذن الله لن يصلوا إلى تحقيق أمانيهم فيها. لذلك كنا دائما بنقول في نقابة المحامين أن صراعنا مع العدو الصهيوني الإسرائيلي هو صراع البقاء والوجود، إما الأمة العربية وإما إسرائيل. أي تصالح، أي مهادنة، أي قبول لقدس شرقية وقدس غربية وضفة غربية وغزة وإسرائيل، ده كلام احنا كنقابة المحامين بنرفضه. نحن مع الدولة الفلسطينية العربية الكاملة وضد الوجود الصهيوني الكامل. نحن ايضا ضد كل المخططات الامريكية في المنطقة اللي بترسمها وبتنفذها يوم بعد يوم، وبتتضح معالمها وبتتأكد معالمها. وقلنا وسوف نقول، نحن ضد امريكا
وضد وجود امريكا في المنطقه، وضد السلام مع امريكا، وضد الرخاء مع امريكا، وضد اي شيء من امريكا، قلنا فلتسقط اسرائيل ولتسقط امريكا ولتحيا مصر ولتحيا نقابه المحامين. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.